ظهر لاكي لأول مرة في فيلم كوف 94 كعضو في فريق أمريكان سبورتس. استند تصميم نموذجه الأولي على شخصية حكيم في فيلم كيم أف ديث للممثل بروس لي. لاكي هو بطل كاراتيه، وهو أيضا لاعب كرة سلة محترف سابق. يطلب من صديقه هيفي دي تشكيل فريق معه لدخول بطولة كوف لتعزيز الثقة في نفس هيفي وكذا اختبار قدراته القتالية. بعد البطولة يقول إنه سيواصل قتال الشوارع. في كوف 97 هزم تشيرمي لاكي وأخذت دعوته للبطولة، كما يأخذ ميزوكوجي دعوته من خلال إلحاق الهزيمة به في كوف ماكسموم أمباك تريكيليشون أي. حتى عند القتال دائما مبتسم، إنه مبتهج للغاية تجاه الجميع ويحب القتال كثيرا.